السلام عليكم البنات ومرحبا بكم لما شاء الله فيديو جديده. الله فيديو نتاع اليوم اللي من خلالها غادي نشارك معكم منتجاتي المفضله، والصراحه عندي مجموعه تاع المنتجات سواء فيما يخص العنايه المكياج اكسسوارات او لا غيرها. دونك الا كنتم مهتمين باغيين تعرفوا شنو هما منتجاتي المفضله للشهر، واخا صراحه ما بقاش عقل اخر مره درت فيها هاد لا فيديو هادي ولكن فوتوها. دونك الا كنتم مهتمين بقاو معايا حتى للتالي. وكيف ديما قبل ما نبدا لا فيديو، الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش انكم تشتركوا معنا، تضغطوا على الجرس باش يعلمكم فوقاش كنحط لا فيديو في الوقيته نتاعها. تابعوني في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سناب شات وانستغرام، جميع الروابط غتلقاهم في صندوق الوصف. وحاجه اخيره بغيت نعلمكم هنايا في يوتيوب، انني دايره مسابقه في لاباج فيسبوك نتاعي فيما يخص لا مارك نتاع لاكور اللي ديجا هضرت لكم عليها سواء في لي ريزو سوسيو اولا هنايا في القناه نتاعي في يوتيوب. دونك لا مارك فريمون زوينه بزاف بزاف وبدات كتوصى بها، لان بزاف كيقولوا لي راه وصانا بها الديرماتو داكشي. منتوجات نتاعها رائعه جدا ولكن الثمن تاعها شويه طالع، وانا عارفه بلي بزاف اللي كيتبعوني طالبات اولا غيرهم، رغم ان داكشي انا بالنسبه لي مقبول لانها اول حاجه طبيعيه وثاني حاجه نتاع لي بارا فارماسي. دونك اي منتوج في هذه الخاصيات هذو كيكونوا غاليين، سي نورمال 120 درهم 130 درهم في الكريم ايدراتون اولا غيرهم. دونك اتفقت مع الماركه انها تقدم لكم خمسه نتاع المنتوجات اللي هما مختلفين: كريم ايدراتون، كريم اونتي تاش، كريم سولير، ثلاثة نتاع الصابونات ولي سيل دو بان. دونك هاد المنتوجات بخمسة غادي تقدروا تربحوهم بالمشاركة تاعكم في المسابقة، غنخلي لكم لو ليان في صندوق الوصف. شاركوا وان شاء الله ما تكونش هادي اخر مرة، يكونوا منتوجات اخرين اللي يمكنكم انكم تربحوهم. دابا بلا ما نطول عليكم كثر نبداو نشوفوا شنو هما المنتجات المفضلة ديالي. غادي نبداو مفضلاتي في لي جي دوش. كما كتعرفوا انا فريمون كنحماق على لي جي دوش، وسورتو في المشتا كيوليو كيعجبوني كثر لان كيكونوا احسن لي سونتور في المشتا مع البرد، كتبغي هكا شي ريحة سبيسيال. اول واحد اللي غنبدا بكم نبدا لكم به هو الكافي دو بان اللي داير بحال هكذا. دونك هذا كافي دو بام كوكونوت ماكارون، دونك تقدروا تلقاوه في كارفور، و جوبونس كو دابا راهم دايرين له بروموسيون حيت البارح جانا الكتالوج راه داير شي 29 درهم. بالنسبه للريحه نتاعو دونك كيما قلت لكم هذا كريم دوش كوكونوت ماكارون، دونك بيان سور يكون الريحه ديالهم، مي كنحاول نقربكم من الريحه وي ما نعطيكم انا كيفاش كنشوفها. عرفتي ديك الريحه نتاع لاكلاص مي كتخلط الفاني مع الشوكولا، مش عارف كنقول لكم ريحه لاكلاص هذا هو جاب ريحه لاكلاص تاع الشوكولا تاع الفاني، ريحه زوينه بزاف بزاف. و جو بونس بغات تحلو غتشموا تلقاو فيه نفس الشيء، الا كتبغوا ديك الريحه غادي يعجبكم هذا، فريمون واعر بزاف بزاف. بالنسبه في 250 ml دونك كبير بالبري نتاع 29 درهم، يعني قل من 30 درهم زياده على الباكاجينغ اللي ترو ترو كيوت صراحه واعر، عاد فيه الغوز والاورانج فريمون فيه شي دي باكاجينغ رائع جدا. دونك هذا زوين ننصحكم به، سورتو كيما قلت لكم دابا كاين بروموسيون في كارفور فريمون خذو غادي يعجبكم سورتو اللي كتبغيو بحال هاد الروايح. ثاني برودوي فافوري نتاعي كما كتعرفوا سوا في المشتى اولا في الصيف ديما ليدغاتاسيون تاع الكور مهمه جدا جدا، ما تنساوهاش البنات هذه حاجه مهمه. دونك كاين دي كريم ايدغاتون على مختلف الاسمنه تاعهم كما كيكونوا في لي كروند سيرفاس، من اللي كنصحكم بها بالنسبه لي انا الطوب بثمن اللي جد مناسب. دي فوا كناخذها 19 درهم من كارفور اولا من اسمنه تقدروا تلقاوها بجوج. دونك هي هذه فازلين، هضرت لكم بزاف بزاف على الصفراء اللي بالفاني، دونك هذيك رقم واحد اي واحد تعجبو، يعني اللي عندها البوشون تاعها في الجون حتى هي كامله جون خذوها. فازلين اغلبيه غادي تعجبهم كما بغا يكون، انا ريحتها كلاسيكيه عاديه جدا بحال ريحه نيفيا فازلين طبيعيه، يعني ما فيهاش شي ريحه اللي تري تري سبيسيال باش انها تعجب اولا ما تعجبش. مي هاد فازلين هادي اللي بيضاء وفيها البوشون تاعها في الغوز، دونك هادي ريحتها اكثر منعشه، يعني سورتو في الصيف كانت واعره، يعني كتحسها ك شي ريحه كانت على الانتعاش نتاع النقاوه فيها اكثر. مي فازلين اخرى ريحتها شويه مع فيها بالفاني ريحتها شويه ثقيله، هادي رائعه. البنات هاد لا كريم ايدغاتونت ب 19 درهم كما قلت لكم دي فوا كناخذها من كارفور اولا من اسيما، زوينه بزاف البخين تاعها طوب كات ايدغاتي واعر. هادي فيها الفيتامين بي 3 لوشن موحد للون، زعما كوم كوا بلي كتوحد اللون تاع البشره. هاد الموضوع هذا مازال ما لاحظتوش كلاح دات دابا ليدغاتاسيون، مي زوينه بزاف ننصحكم بها البنات. بعد غادي نولي نوريكم هاد البرودوي هذا تاع غارني جي نيتويون، ديجا درت لكم عليه في لا فيديو نتاعي نتاع الحبوب اللي كانوا ضولي سواء من بعد الخيط اولا في الحياه نورمال. فريمون انا كنضولي الحبوب بزاف بزاف سورتو من بعد الخيط، وكنشارك معكم ليكسبيريونس تاعي. دونك الا ما كنتوش شفتوا لا فيديو غنخلي لكم في صندوق الوصف. والصراحه هذا من احسن المنتوجات نتاع لي كرون شوفاس نتاع الغسول تاع الوجه اللي يناسبوني بزاف بزاف فريمون واعر. الوغ هذا غارني بيور اكتيف 3 في 1 غسول مقشر وقنا، دونك هذا البشره الدهنيه المعرضه للشوائب. غنبقى نهضر ونعاود نهضر ونعاود نهضر. البنات الى عندكم لابون تاعكم دهنيه كينوض لكم حبيبات بزاف نتاع المرات ننصحكم بهذا غادي يعجبكم بزاف بزاف. غير هو كما كنقول لكم ديما البنات اي جي نيتوايون كديروا في وجهكم اي صابون خليه واحد جوج نتاع الدقائق عاد قومي ولا عاد غسلوه، لان كيعطي نتائج كثر ماشي غير ديروه سير بلاص تحيدوه، هذا كيعطي نتائج كثر وصراحه زوين بزاف بزاف. دونك كيجيو فيه واحد الحبيبات اللي هما خفاف بزاف وزرق، كيكون هو الغسول بيض وفيه حبيبات
رقاق كما قلت لكم وزرق اللي كيعاونوا انكم يقشروا البشره تاعكم، ولكن حبيبات اللي هما خفاف جدا لان كنستعملوه كل يوم فضروري ان يكون واحد التقشير اللي خفيف بزاف. دونك هذا كيدير يمكن كدا 60 درهم 65 ولا 66 درهم خديته من اسيما، وحتى هو دي فوا كيكون بروموسيون. كما كتعرفوا القصه تاعي مع لا مارك نتاع فيشي انا ما عرفتش شنو وقع، ولكن المفاجاه كانت ان بزاف نتاع لي زابوني اللي كيتبعوني عندهم معايا نفس القصه. كنت قلت لكم من قبل فريمون كنشري بزاف نتاع لي برودوي تاعهم وجربت بزاف، وديما ما كنفهمش انايا واش ما ديك لا مارك ماشي ليا ولا ما كتناسبنيش. المنتوج الوحيد كما قلت لكم اللي كيناسبني هو لو جين نيتوايون، ديجا وريت لكم من قبل جاي معايا واعر ومن احسن لي جين نيتوايون نستعمل في وجهي. ولا سوربريز اللي ما لقينا المنتوج الرقم 2، دونك هذا كنت وريته لكم من توصلت به في سناب شات، جاتني واحد لا بوكس واعره بزاف. اي هادي جو بونس لا نوفيل غام نتاع فيشي، دونك هادي مينيرال 89. الوغ واش نقول لكم البنات، هاد السيروم رائع جدا 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 جدا، استروا عليها بزاف بزاف. والدليل على ذلك جو بونس راكم عاقلين فوقاش درت لكم في سناب شات، وشوفوا معايا فراه واصل في الاستعمال ما كنستغناش عليه. شنو ما بغى ان شاء الله ندير غير اكرون نخرج كنديرو قبل في لابون تاعي لان كيعطي النظر فوالا، لان فريمون انا لابون تاعي كلشي كيبان، كليت مزيان كيبان، كليت خايب كيبان، ما تهلطش فيها كيبان، تهلط فيها كيبان. فدي فوا فريمون كتكون عندي لابو باهته بزاف كيعطيك واحد النضاره، كتحسي بلي لابون تاعك فريمون كاين نظاره فوالا. و جو بونس هادي اكثر حاجه انا كنقلب عليها رقم واحد عندي وعجبني بزاف. دونك كاين هذا وكاين لوتيرمال ديالو، مي هاد المنتوج هذا خطير يعني كسيرو نصحكم به بزاف البنات، وبالتالي كينضم لرقم 2 في لامارك فيشي اللي كيعجبوني. من بعد كاين هاد لاكريم هادي تاع لامارك لافيور، دونك هادي وايتنين كريم او ميم طون اونتي تاج، دونك كتبيض وفي نفس الوقت كتفتح اللون تاع البقع اللي كيبقاو لكم من بعد الحبوب ديالكم. كنستعملها بزاف بزاف وكنريضها لان كينوض لي الحبوب، وهما هاد لاكريم اللي كيكونوا اونتي تاج او البيو اويل او غيرها اللي كيحيدوا لي تراس كتستعملوهم البنات مور ما كيمشيو لكم الحبوب ماشي مي كيكونوا فيكم الحبوب. دونك فوالا انا مرة كيجيو مرة كيمشيو، الا جاو كنستعمل الكريم ولا مشاو كنستعمل الكريم اخرى، مي ما كنستغناش عليها لانها واعره بزاف بزاف. كنصحكم بها البنات. فيما يخص التبييض لان بزاف كتسولوني عليها البنات، ما كاينش شي برودوي كيبيض شي بياض ناصع. اكيد انك كتلاحظي لابو تاعك ناصحه اكثر ناضره اكثر، كتلاحظي بلي كاين شي فرق، ولكن ماشي لا لي سما كيبقى سمر ولا بيض كيبقى بيض، يعني غير باش نتفاهموا. يعني بحال مثلا انا سمراء كيتفتح اللون تاعي في يعني كما نقولوا في البشره تاعي، في اللون تاع البشره تاعي كنبقى سمراء ولكن باحسن، يعني كيبقى اللون موحد كيتوحد اللون تاع البشره تاعي. هذا هو الموضوع، مي باش نكون سمراء ولا بيضاء فكيناش هادي، فالواحد هو اللي يتقبل اللون تاعو ويخدم عليه اكثر فوالا. دونك انا اللي كيهمني في هادي انها كتوحد لي اللون تاع البشره، كتحيد لي البقع، وكنحافظ على السمورين تاعي اللي غادي نقولو بهذه الطريقه. من بعد كاين كما قلت لكم اونتي تاج فريمون زوينه بزاف، ولكن لي كريم او لا لي تريتمون كيما بغاو يكونوا كياخذوا الوقت، فكل ليله كل ليله كل ليله كنستعملوهم ما كنساوهمش، وكيكون على مده. عارفه بلي كاملين مني وطلع يعني انا وانتم بزاف ما كنكرهوش النتائج اللي كيكونوا فوريه، ولكن هادي حقيقه خصنا تقبلوها، خصكم تخدموا على الموضوع باش توصلوا النتيجه اللي بغيتو. وكما قلت لكم هاد لاكريم هادي راه كاينه في الجيف واي اللي كاين في الفيسبوك، دونك باش انكم تمشيو تشاركوا نفس هاد لاكريم سولير اللي حتى هي كاينه في الجيف واي، ان شاء الله تربحوها. غتلقاو المنتوجات بزوج في الجيف واي، لاكريم سولير والكريم اونتي تاج. دونك هاد لاكريم سولير صراحه ماشي بزاف مليح ليتها باش نكون واضحين، نقدر نقول لكم دابا مستعملها 6 تاع المرات، ولكن قررت انني ندخلها في مي برودوي فافوري لسبب واحد ومهم جدا في لاكريم سولير، غادي نظن بلا توافقوني رايي. دونك هادي كنت ديجا وريتها لكم حليتها معكم في سناب شات، بديت الاستعمال ديالها. الوغ شنو هو المشكل في لاكريم سولير؟ المشكل انكم مي كديروا لاكريم سولير في الوجه نتاعكم كتولي كري، جو بونس راكم فاهمين، كتحسي بلي يا درتي فوق من الفوندو طون اولا لابودغ سورتو، لان دي فوا كندير غير لاكريم سولير ومن بعد لابودغ، كتحسي بداكشي بدا كيزراق، بدا اللون تاعو كيتغير، ماشي نهائيا الحاله في هاد لاكور. بالنسبه ليا بالنسبه للون تاع البشره تاعي ناسبني بزاف بزاف الصراحه. لا مارك لاكور هي مارك اللي هي بيو، هذا في اس بي اف 50، لا تيكستور نتاعو تيكستور نتاع كريم، دونك مي كديرو في وجهكم كريم ما كيبقاش ينشف ما كتحسي بوالو، كديري في الوجه تاعك. انا البشره تاعي دابا راه غاديه الدهنيه سورتو في لازون تي عندي كارثه، هنايا في الحنوك عندي نورمال، دونك باش تكونوا عارفين النوعيه تاع البشره تاعي كندير في الوجه تاعي كندير فوق منه غير لا بودر، فريمون كيبقى ما كيزرق وجهي ما كيوقع والو وكيحمي من الشمس. والدليل على ذلك كما كنقول لكم ديما هي الفرانه، لان هذا هو المشكل تاعنا باش سيرت انا باش كنعرف بلي ما صادقش داك لاكرون سولير ومي كيبدا يبان لي الخط هنا، مي ما حد لوني كي هنا كي هنا صافي سا مارش. دونك هذا نصحكم به فريمون زوين، وكما قلت لكم حتى هو كاين في الجيف واي. من بعد كان هذا ماكيو هذا تاع لا مارك لا روش بوزي، دونك هذا بالنسبه لابول اللي هي سونسيبل، هذا الثاني واحد اللي كنستعملو دي ماكيون تاع لا مارك صراحه زوين بزاف بزاف. انا بالنسبه ليا في لي ديماكيون يا يوم يقولوا كيبقى الرقم واحد غارني البوشون تاعو اللي غوز
هذاك رائع. اول حاجه اقتصادي جدا كيدير 55 درهم، فين ما درتي تلقاه. ثاني حاجه سيرو الاسي ماركه فور لي بارفومري، غير قول لهم غارني دي ماكيون يجبدوه لك كلشي كيبيعه. هذه ثاني حاجه اللي هي زوينه. ثالث حاجه هو فريمون كيدير دي ماكيون مخير وما كيخليش لا بو غراس، كينقي مزيان، يعني كلشي اللي كتقلبي في دي ماكيون فيه صراحه كاينه. ولكن غادي نقولوا ثاني واحد يعني من بعد غارني هو هذا تاع لا روش بوزي. انا بالنسبه لي لا تيكستور تاع دي ماكيون مهمه جدا، لان فريمون كنتعصب ملي كتكون شي تيكستور اللي كتقال سورتو داك تاع غارني اللي فيه الزيت والماء ما كنحملوش، كديري كيتخمر الوجه. هذا لا كيدي ماكي دغيا، كيحيد الماكياج كيف ما بغى يكون. شنو شحال ما كنتم شارجين فوق عينيكم كيحيدو، كينقي وجهكم مزيان مزيان. من بعد ملي كنجي ندير مورد اولا شي حاجه نقي بها وجهي شي تونيك ما كيبقاش بزاف في القطن، وباش كتعرفوا بلي فريمون كيدي ماكي. دونك هذا تو نصحكم به بزاف تاع مارك لا روش بوزي. من بعد القصه نتاعي مع الاسنان فريمون شاركتها معكم في لا فيديو، فرحت بزاف بزاف ان لا فيديو فاتكم، وبزاف تاع البنات فريمون عندهم نفس المشاكل، وجاوني بزاف تاع التعليقات تاع لحقاش عاودتكم بعض المواقف اللي هي محرجه. وبالعكس انا هذاك هذيك شي حاجه جزء من حياتي، لان كاين شي بنات قالوا لي زعما 22 عام وكتعاودي داكشي اللي وقع لك، وفريمون كما كنقولوا راضيه به. بالعكس فريمون داكشي اللي عشت وراضيه به، وكانت حاليا تسنى ما كانش عندي تسنى داكشي كامل، شي حاجه اللي جزء كما قلت لكم من حياتي. بالعكس فمن بعد ديك القصه كنت قلت لكم نفس الشيء، ان عندي مشكل نتاع السنان اللي فريمون كيتلونوا لي، ماشي فقط بوحدهم يعني ماشي حيت مركبه سنان، ولكن حيت انا كنشرب القهوه وكنشرب اتاي. هادو جوج نتاع الحوايج. ثالث حاجه هو انني كندير قرنفل في الليل، كندير السوا، كندير مجموعه تاع الحوايج اللي كيدبغوا لي السنان تاعي حيت كتجيني الحمله. دونك الحمله تاع السنان فريمون كنستعمل فيها مجموعه تاع الحوايج اللي طبيعيين، اللي دافوا كيتسبوا لي في السفوريه تاع سناني. دونك هذه حاجه اللي هي طبيعيه. فصراحه لقيت واحد الحل اللي هو مؤقت ورائع جدا. شاركت معكم فيديو سبيسيال تاع تبييض الاسنان خلالكم في صندوق الوصف، ولكن اليوم جيت باش نهضر لكم عليه لثاني مره، اللي هو هذا سينيال وايت ناو تاتش. دونك هذا البرودوي هذا طوب، كنحك سناني ومن بعد كندير. دونك كيفاش كيجي؟ هو كيجي على شكل هذا، المهم كيجي ستيلو كتوطاو هنايا فوالا، وكيخرج البرودوي وكديروه في السنان ديالكم. دونك شنو هو فيه؟ ان البرودوي نتاعو شويه ازرق، فكي فريمون كيبين. انا كنقولها ما كيبينش، يعني ماشي من صفوريه كما كنقولوا كبيره بزاف وبياض ناصح هو الوت سمايل، باش نتفاهموا كيكون واحد الدرجات اللي هما بساط، ولكن كاين تغير يعني بياض اللي مقبول يعني نقدر نخرج به. لان انا سالي واحد المره كانوا معقديني صفر صفورين بزاف، وعيت ما طبيعي عيت ما نحك عيت هذا، لان فريمون خصهم العنايه بزاف. فهذا عاوني وبزاف عاد. دونك البري نتاعو كاين 150 درهم 160 درهم، وكنا في خصاص 12 فاميلي كنا قالبين الحاله ما لقيناش، لان فريمون من كمل لي كنت كنعاني. غنخليكم لو ريان تاع وي ام وي وي ميك اب كتبيعو 160 درهم. البنات نتاع وجده لا ليفريزون غراتويت. البنات اللي سولوني واش كاين هذا في بارا فارماسي، الصراحه ما لقيتوش، ضربت وجده عليه كامله نهار اللي كمل لي وكان خاصني، خليت حتى شي بارا فارماسي هنايا في وجده وما لقيتوش. يمكن نهضر بعدا على وجده. وكان وحدين اخرين زعما الصراحه كانوا دوت مارك 350 درهم 360 درهم، قلت لها ما بغيتوش. اللهم 150 درهم ولا 160 درهم وكيبقى معايا، يعني رابور كاليتي بري اللي هو مزيان. وكما قلت لكم تقدروا تلقاوه عند وي ام، هذا زوين البنات كيعطي فريمون النتيجه ديالو، ودليل على ذلك سناني. دونك جوبونس البنات اللي تبعوني كتشوفوا قبل وكتشوفوا دابا كاين واحد التحسن، مع يعني اكيد انا مع مواصفات طبيعيه، ولكن حتى هو داير الطوب ديالي. ثاني برودوي غادي نوريكم هو هذا تاع لا مارك لاكيور. دونك هذه املاح معدنيه بالنسبه للناس اللي كيشوفوا اول مره هاد لا فيديو. هذه لا مارك لاكيور هي مارك اللي طبيعيه بيو، حتى بالنسبه لهاد اللون اللي كتشوف هاد البلو واعر بزاف هو طبيعي، هذه اهم حاجه. حتى اللي كيكونوا دي بارفان فيها اولا غيرها هما طبيعيين جدا. بالنسبه لا مارك كتحتوي على 35 مره اكثر على الاملاح المعدنيه المستخرجه من البحر الميت في الاردن، كتعالجك اول حاجه الصدفيات، امراض جلديه، لاكزيما اولا غيرها، حتى حب الشباب ومجموعه تاع المشاكل نتاع الجلد. دونك بالنسبه لهاد لي سيل دو بان عندهم مجموعه تاع الحوايج انكم تستعملوهم، تقدروا ديروهم مثلا في البينوار وكديروهم كيرخيو، فيهم مجموعه تاع الفوائد على البشره وغيرها. ولكن الصراحه انا اللي استعملته واللي عجبني كمعقم، لان هي املاح كما قلت لكم اغنيه اكثر 35 مره على الملح العادي، ففريمون كتعقم. كنديرها في الحب اللي كينوض لي مر الخيط كنعقم بها. وزيد على ذلك البخيل البنات مانيش عارفه كي يمكن 25 درهم ولا 35 درهم في لي باغا، لان كل واحد وشحال لي باغا كيختلفوا في الاثمنه، مي هادو عجبوني بزاف. دونك كنت جربت هادو كنصحكم بهم صراحه، انا بالنسبه ليا ولاو ضروريين ومفضلات نتاعي، لان عندهم استعمالات مختلفه كمنتوج ضروري كل مره كيفاش تقدروا انكم تستعملوه. فيما يخص الماكياج انا اختاريت لكم فريمون لي برودوي اللي عجبوني بزاف بزاف واللي ضروري انني نشاركهم معكم. كاين هاد الماسكره هادي دونك تاع ميبلين جريت لاش اللي دايره بحال هكذا. دونك هاد الماسكره هادي واعره بزاف كما كتعرفوا بعدا
صندوق شي برودوي غادي يطيح. كيما كتعرفوا بعدا انا من عشاق الماسكارات، فريمون الا اكتشفت شي وحده راه بالنسبه ليا الطوب. مكياج نتاع العينين في الماسكارا مهم عندي رقم واحد، من بعد تجي اي حاجه. يا صراحه هذه بغيت نقول لكم باللي رائعه. الو ركزوا معايا، كاع الماسكارات اللي كنديرهم في جهه وهذه كتعطي رموش في جهه اخرى، عندها واحد لابروس كاول حاجه بوحدها. كيفاش نقول لكم، انا في النورمال كنبغي الرموش اللي كتكون كثيفه، يعني كنبغي الرموش ملي كيكونوا فريمون وحده حدا وحده مفرقين ماشي مجموعين. هذه كتجمعهم مي كتحسي بلي كل رمشه طالعه الفوق وكل رمشه مخدومه. وفي جوج نتاع الفيديوهات التوالي نتاعي درتها وفريمون بزاف اللي لاحظوا الفرق قالوا لي ايمان ما انا ماسكارا كي دايره كتعطيك بحال الرموش ماضيين ومخدومين. الا نحاول نوصل لكم الفكره اكثر، واعره بزاف بزاف. بهذه الماسكارا هذه تقدروا تلقاوها عند هدى، نخلي لكم لاباج انستغرام تاعها. انا فريمون عندي لا شونس انني كل ما كنتعامل مع شي وحده كتكون الظرافات، فريمون هدى ظريفه بزاف وام ظريفه بزاف. نخلي لكم كلشي لاباج انستغرام تاعهم في صندوق الوصف. رائعين كاول حاجه هي التعامل انا بالنسبه ليا. دونك بالنسبه لهدى صراحه ظريفه بزاف، واللي زوين انا داك النهار كنا نهضروا هي ميبولين، صراحه مازال ما لقيتهاش هنايا في لي بارفيمري، مي اللي جديد انها هي كتجيب دي برودوي تاع لاميريك. وكما كنعرفوا ان لي برودوي تاعهم لي برودوي تاعنا لا علاقه، واخا كيكون نفس المنتوج ولكن ما كتكونش نفس لا كاليتي في لي شامبو او لا في غيرها. صراحه هذه عن تجربه تاعي ما كيكونش نفس الشيء. دونك فوالا نخليكم لاباج انستغرام تاعها في صندوق الوصف، سواء هي ولا ويام، فريمون سيروا لايك لهم وتاونوا عندهم في انستغرام لانه فريمون فريمون كيستاهلوا. وبنات رائعات، هذه اهم حاجه، السيرفيس كيكون طوب، التعامل معهم كيكون رائع. وصراحه كما نقولوا كسرتهم صديقات، نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق والبروجي تاعهم يكبر اكثر واكثر. ولي باج انستغرام تاعهم تاعهم دونك باش انكم تمشيو تابوناو عندهم. غنوريكم دابا ثاني برودوي توجور من عند هدى. دونك كاين هذا البرودوي هذا، الوغ هذه اول مره كنسمع بهذا لا مارك كاول حاجه، سميتها ايلاميد. دونك هذا فوتوغرافي فونديشن، دونك هذه باز دو فون دو تان كديروها قبل ما كديروا الفون دو تان تاعكم. في البخي تاعها صراحه شويه طالعه وكما كتشوفوا البرودوي صغيور، مي لي فين تاعها واعر بزاف بزاف. شنو كدير انكم مي كديروها في الوجه تاعكم كتسد لكم المسامات نتاع الوجه، وفريمون كتعطيكم الوجه تاعكم بحال اللي راكم دايرين شي فيلتر، يعني كتقرب لهاد الدرجه هذه كتابليكيوها. هو واحد الماء اللي كيكون بيض دغيا كديروا في الوجه تاعكم وعاد كديروا فوق منه الفون دو طان. كاين اللي كيخلطوا مع الفون دو طان، كاين اللي كيديروا بوحدو. صراحه انا جربت نخلطو مع الفون دو طان ما عطانيش نفس النتيجه، درتو بوحدو ومن بعد ابليكيت الفون دو طان، النتيجه كانت رائعه جدا. دونك هكا فشي سهره او انكم تبغيو لو طان تاعكم يشد اكثر ويبان داكشي مقاد، كنصحكم بزاف بهذا البرودوي هذا. كيما قلت لكم اول مره كنسمع به، مي فريمون طوب. دونك هذا توا تلقاوه عند هدى، نخلي لكم اليوم اخر لا باقي برودوي اخر غادي نوري لكم، وهذا غادي يكون ما قبل التالي نتاع هذا نتاع لا مارك كيكو. الوغ كما كتعرفوا لا مارك كيكو فريمون كتعجبني بزاف بزاف، و جي لا شونس اني نجرب بزاف تاع لي برودوي تاعهم، وحتى لدابا اللي كنجربو طوب واعرين بطريقه ما يمكنش، لان فريمون لا كاليتي رائعه جدا. الوغ اللي بغيت نهضر لكم عليه، لان فريمون بزاف كتسولني على لي روج ا ليفر اللي كنكون دايره او لا غيرها. قبل من هاد لا بيريود كنت فريمون مع الفونسي مع لي روج وداكشي كامل. غادي نحاول انني نكون ما شاء الله ندير شي روج عليه ونحط لكم في لا بار دانفو، لان بزاف كتسولوني عليه. مي دابا راني غاديه بلوتو النيود هكا دي كولور، مش عارفه انا تقلب مع الناس من بدا الخريف والمشتى انا وليت نيود. المهم ما تفهموش بزاف لان اصلا ما فهماش، مي كيكون داكشي على حساب الخاطر كما كنقولوا. الوغ بالنسبه لي روج عليه كاين هذا اللي دايره بعدا اليوم، هذا البنات رائع جدا ماشي غير شويه. اول حاجه ليدغاتاسيون كيتابليكو في الفم تاعكم، ما كيخليش لكم شي هكذا ديت خاص، الا كانوا شنايفكم ناشفين داكشي كامل هضروش فيه، لا تيكستور كلشي. الوغ لون البنات هذا اقرب لون للطبيعي نتاعي. الوغ دي فوا الا كنت غادي نتا يوميا مع ما كنبغيش ندير شي حاجه شنايفي، غادي غير طابوتيه وفوت بصباعي لدرجه انك ما تحسيش بلا كي دايره شي حاجه، يعني بحال اللي كتقولي شنايفك بطريقه احسن الا كاين شي حاجه ولا كاين واحد اللون هذا ما كيبانش. اما بحال مثلا اليوم نقدر ندير جوج نتاع لي كوش كيبان شويه جلوسي مي كيبقى فريمون نيود. دونك هذا البنات كنصحكم به بزاف بزاف، هذا 01 نتاع كيكو ليبستيك. دونك هذه كانت جوبونس كوليكسيون فيها جوج نتاع لي برودوي، تاي وريتها لكم في سناب شات، غادي نخلي لكم لو ليان في لا بار دانفو. رائع. من بعد كان هذا البرودوي هذا تاع لا مارك سيفورا، دونك هذا روج فولوتي سون ترانسفير لي بزاف جوبونس سمعتو عليه وبزاف يوم تاع الالوان. الوغ انا عندي ال 23 توا بزاف تاع لي فيديو نتاعي درتو وسولتو لي هذا طوب. البنات هذا روج عليف هذا بوحدو في لي روج عليف مات رائع جدا، يعني اي واحد كنشوفو لابسو ولا اي واحد كنشوفو هكا في لي فيديو في يوتيوب كلشي كيشكر. هذا تقدروا تلقاوه عند لاباج انستغرام ستايلش ستور، دونك هذا لو كوزان نتاع باي ايمان، دونك لا يوتيوبرز باي ايمان عندهم باج انستغرام كيبيعوا فيها دي برودوي هكذا نتاع الخارج. نخلي لكم حتى في صندوق الوصف، وهم عندهم بزاف تاع الحوايج وماشي غير المكياج، حتى في النسبه الكسوه كتلقاو عندهم. اي اخر برودوي غادي نوريكم هو هذا لي فون دو طان نتاع لا مارك ميلالي، دونك هذا كونسيلر بلس
فون دو تان، دونك يدير في نفس الوقت جوج نتاع الحوايج. ايه هذا البنات رائع، هذا صراحه من احسن لي فون دو تان اللي جربت، واعر بزاف بزاف. دونك او ميم طون كيما تكون فون دو تان وانتي سيرن، ودي فوا واخا ما كنكونش دايره فون دو تان كنقدر نزيدو من الفوق، كيدرك مزيان لان لا تيكستور نتاعو ثقيله وكيتابليكا بواحد الطريقه اللي واعره، كتولي بزاف حتى عند لا طانت نتاعي. دونك هذا عندي فيه 02 ناتشورال، هذا واعر. دونك هذا نتاع لا غام بلوتو نتاع لا مارك ميلاني، رائع صراحه من احسن لي فون دو تان اللي جربت. دونك فوالا البنات كانت هذه هي لا فيديو، لي جيسبر بيان انها تكون عجبتكم. الا كان لو كان منساش انكم تلايكيوها، تخليو تعليق تكون كيف ديما، ميرسي بزاف على تعليقاتكم الزوينه، نموت فيكم انايا. تشتركوا في القناه الى اول مره كتشوفوها، تابعوني في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سناب شات وانستغرام. وبغيت نقول لكم بلي في سناب شات كاين شي قضيه تاع ريجيم، قضيه تاع سبور، تبعونا تما. نعم قررت انا ندير ريجيم ونخسر بعض الوزن لان القضيه حمضت. تابعوني تعرف اكثر في سناب شات. ان شاء الله انا نتلاقاكم في فيديو قريب بزاف. باي باي.